ملعبنا مسرح أبطالنا ننجح بعزمنا فافرحوا وهللوا لنصرنا بخطوة واثقة وهمة صادقة نمشي على الطريق نصنع الفريق حلم واحد مجد واعد يا أبطال نصر ساحق علم خافق لا محال أملنا أكثر المشاركين هنا. رائع، إنها البطولة إذن. أيها المشارك، أهرست رقبتي، انزل. نحن من سوف نحمل كأس هذه البطولة، صحيح كابتن؟ كابتن، هل تتكلم معي؟ ما تعودت أن أخاطب باسم الكابتن. يجب أن تتعود. سامر، الفريق بين يديك في هذه البطولة. إياد، سوف تكون معنا. كنت أتمنى ذلك، ولكن الطبيب منعني لأن حال ركبتي ما يزال سيئاً جداً. ماذا؟ ستقوم بقيادة الفريق، فأنت جدير بذلك. كابتن، هاي بيان، تبدو أكثرنا حماسة. إني كذلك، فهذه بطولة المدارس العليا يا صديقي، وقد وصلنا إليها بجدارة، يجب أن نفوز بها. قلت يجب أن تفوز بها، ما أسهل الكلام. وما شأنك؟ أيا كنت أنت أيها البطل، فاعلم أننا هزمنا فريق الينابيع. فريق الينابيع لا شيء، وسترون ذلك. رأفت، علينا أن نذهب الآن، هيا لننطلق. هيا. سترون قريبا كيف تكون كرة القدم على أصولها يا فريق الكمال. اليوم يوم علاجي الفيزيائي، ولكنه أصر على حضور المباراة. إنك تحرجينني هكذا يا نجلاء. صحيح يا إياد، لماذا اخترت سامر لقيادة الفريق من دون الجميع؟ لأنني أثق به ثقة لا يخالطها شك، فهو الأقدر على ذلك، وأنا مرتاح لأن الفريق بين يديه. هل أنت حزين لأنك لا تلعب معهم؟ قل لي بكل صراحة يا إياد. لقد صدقت يا نجلاء، أنا حزين، أتمنى أن أشفى اليوم لألعب غدا. أرجو ذلك. إياد، من الحكمة ألا تلعب هذه الفترة. ما هذا التغيير؟ من أين فاضت عليك الحكمة يا أستاذ؟ خذ الحكمة من أفواه العباقرة. أعزائي، مرحبا بكم في بطولة المدارس العليا الوطنية هذا العام. ها
هو ذا النجم رأفت صاحب التسديدة التي تسمى بالرصاصة، يحمل راية فريق مدرسة الشهاب العليا، ممثل المنطقة الشرقية وحامل اللقب العام الفائت. سيحاول فريق الشهاب الذي يدخل هذه البطولة الحفاظ على لقبه بطلا له. ويدخل الآن فريق مدرسة الكمال العليا الوافد الجديد إلى هذه البطولة، ويتقدم فريق الكمال نجمه سامر لاعب خط الوسط وهداف الأدوار التأهيلية حاملاً راية الفريق. نرى الآن سليم ويزن المهاجمين سريعين، وقد خلف سامر إياد الذي أصيب في المباراة السابقة بقيادة الفريق، وكان سامر حارساً قبل أن يلعب مهاجماً. فهل يستطيع الذهاب بفريق الكمال بعيداً في بطولة هذا العام؟ إذن تابعوا معنا لمعرفة الجواب. سوف يكون إنجازاً عظيماً جداً لو استطعنا الفوز بالبطولة. قد يبدو الفوز ببطولة المدارس العليا صعباً على فريقنا، ولا سيما أنه يشارك أول مرة، ولكن شبابنا المتحمسين قادرون على فعل الكثير. إن قلوبهم مملوءة بالثقة والأمل، ومثل هذه القلوب جديرة بمثل هذه البطولة. أتعلمون؟ إذا أحرزوا البطولة فسوف أصنع لهم كعكة لذيذة جداً، ما رأيكم؟ أعزائي المشاهدين، هذه هي افتتاحية بطولة هذا العام، وغداً ستبدأ أولى المباريات، وكلنا أمل في أن نتابع مباريات قوية ومثيرة. يقال إن فريق الكرامة فريق قوي جداً، أتمنى أن يفوز شبابنا عليه ليخطو أول خطوة نحو الحلم المنتظر. يجب أن نخرج من هذه المباراة بفوز عظيم، فالجميع سيترقبون لعبنا. كفك يا يزن، كفك. هيا لنفعل هذا. حسناً، هيا يا شباب. هيا. كوني مطمئنة، إن شبابنا أبطال. سمعت أنك كنت رجل المباراة النهائية ضد فريق الينابيع. نعم، جئت على سيرتك في حديثي أنا وأخي قبل قليل. قلت إنك حوت كبير، وما نحن أمامك إلا أسماك سردين صغيرة. كل متابعي هذه المباراة يتوقعون أنها ستكون سهلة عليكم وصعبة علينا. لا قيمة لأي توقع طالما أن المباراة لم تبدأ. وأنا أراها صعبة علينا، ولكن هذا لا يعني أننا سنتراخى. يعلن الحكم بداية المباراة. أستاذ، لا أراك تحمل كاميرتك الخاصة، أين هي؟ صحيح، تركتها في المنزل، فقد أنفقت مالا كثيرا بسبب ما اشتريت من أشرطة للتسجيل. هذا يعني أن راتبك الشهري زهيد جدا. إلى درجة الإفلاس. دخلنا الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، والنتيجة لا تزال تعادلا سلبيا. فريق الكمال مسيطر على المباراة، إلا أنه عجز عن تسجيل هدف لأنه اصطدم بدفاع الكرامة المتين. سامر يراوغ الأول والثاني ويسدد. كرة قوية وخطيرة إلى زاوية اليمنى. أوقف منير خطر هذه الكرة. يا لها من شجاعة، صد هذه الكرة بوجهه. ما هذه الروعة. هيا اصطفوا يا شباب. هوني 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 هوني. تسعة لاعبين من فريق الكرامة يهاجمون وهم مصطفون على رتل واحد. مارست كرة القدم في زماني وأعمل مذيعا منذ سنوات، ولكنني لم أرى مثل هذا الهجوم قبل اليوم. دعونا نوقف هذه الهجمة. هيا. انهضوا بسرعة. عجز دفاع الكمال عن إيقاف هذا الهجوم العنيف، والغريب الهجوم متواصل. ما هذا الأسلوب العجيب الذي يلعبون به؟ إنه ليس من أساليب كرة القدم أبدا. لقد أربكناهم يا شباب، هيا تقدموا ولا تنظروا إلى الخلف. هيا لنسجل الهدف، استعدوا. طريق طريق طريق.
منير. وصلت الكرة الآن إلى منير كابتن فريق الكرامة. يتقدم بالكرة. سيسدد. يتقدم منير من دون أن يعترضه أحد. هيا. تعال. ماذا يجري؟ غريب. لاعب الكرامة يشكلون طوقا حول منير. أين الكرة؟ خذوا هذا التذكار مني. منير سيسدد. لا أخذ. قد تصطدم الكرة بأحد زملائه. هل سيحقق شيئا؟ فلنتابع. لا إنه هدف. هدف. سجل منير الهدف الأول لفريقه في المباراة. الله ما أجمل هذه الكرة. كيف رأيتم أسلوبنا يا حيتان؟ حتى أسماك السردين الصغيرة قد تهزم الحوت إذا اجتمعت. فالقوة في الجماعة. إنها الدقائق الأخيرة من الشوط الأول والنتيجة هدف مقابل صفر للكرامة. إلى الخطة الثانية. واحد اثنان هيا. سليم. أعلن الحكم تسللا. لم ينتبه سليم على الوضع. في هذه اللحظة أعزائي يعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الكرامة على نظيره الكمال بهدف مقابل لا شيء سجله منير في الدقيقة الثالثة والأربعين. غير معقول. كأنه لا وجود لنا في المباراة. أكاد أجن. قد لا نتمتع بجودة اللعب نفسها التي تتمتعون بها أنتم، ولكن لدينا مزايا لا تتوافر لديكم، وربما تكون تلك المزايا سببا في هزيمتكم أمامنا. انتبهوا جيدا، فقد أوقعوكم في مصيدة التسلل بسهولة. صحيح. إن الحل عندي. سامر، سليم، اقتربا مني. ماذا؟ إن نصبوا مصيدة التسلل ثانية. ولكن يا يزن. وافق وافق، إنها خطة رائعة. حسنا، أنا موافق. هناك شيء آخر. أظن أنني فهمت ما يرمي إليه منير من كلامه الأخير فيما يخص المزايا. وأنا أيضا فهمت. أما أنا فلم أفهم شيئا. سامر، ما الأمر يا بهاء؟ ألا ينبغي أن نكون على علم بما يدور بينكم أم أننا لسنا فريقا واحدا؟ كان إياد يطلعنا على كل شيء، ولعلك تعلم هذا جيدا أيها الكابتن. أنصتوا، لدي ما أقوله لكم. تفضل. وضعنا السيء في الشوط الأول كان نتيجة لسبب واحد، وهو عدم تفادي مصيدة التسلل، والذي جعلنا نتغلب على فريق الينابيع. ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثاني من هذه المباراة التي تجمع بين فريقي الكمال والكرامة. أيمن يقطع هذه التمريرة، ويزن يتقدم من وسط الميدان بسرعة. منير يتعقبه. الآن استعدوا. واحد اثنان هيا. يحاول الكرامة معاودة فخ التسلل. غريب، كيف لم يتفطن سليم لخطة التسلل التي ينفذها الكرامة؟ وقعوا في المصيدة. محال. لم يتقدم لا سليم ولا يزن، والكرة على الجانب الأيمن حيث يتابعها سامر. أبطل مهاجم الكمال مصيدة التسلل. سامر يتقدم. فعلوها بنا. سامر وحارس الكرامة وجها لوجه. يسدد. هدف. 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 هدف جميل. نجحت خطتنا. أحسنت يا سامر. أحسنتم. لقد أذهلوني بخطتهم. لقد كان سامر رائعا. كلهم كانوا كذلك.
لقد تعاونوا جميعا فاستطاعوا تسجيل الهدف. الكمال يهاجم الثانية والكرة مع سامر، وعندما تكون الكرة معه فإنه يشكل خطرا. الحارس بعيد عن مرماه. حسناً، ما الذي أراه الآن؟ لا أصدق ما أرى، تسديدة من منتصف الملعب تماما. الله يا سامر، قذيفة قذيفة. يا سلام يا سلام، هدف. ما فعله سامر شيء يفوق الخيال. ترجحت الكفة الآن لمصلحة فريق الكمال. أستطيع الآن العودة إلى المشفى وأنا مرتاح البال مطمئن تماما. معك حق، تمنيت في هذه اللحظات لو كنت ألعب معهم. أمامنا وقت كاف، يجب أن نقلب النتيجة. هيا. بقي ربع ساعة على نهاية وقت المباراة الأصلي، والكمال يهاجم بضراوة والكرامة يدافع بقوة. ألاحظ أن دفاع الكرامة الصلب أحبط قوة هجوم الكمال، وجميع محاولاتهم لتسجيل هدف آخر باءت بالإخفاق. إلى متى سيستمرون في صد ضرباتنا؟ لا تيأسوا، انتهى الوقت الأصلي للمباراة ونحن نلعب في الوقت بدل الضائع، وسامر كابتن الكمال يتقدم بالكرة. سنصبر حتى النهاية، لن نسمح لهم بالفوز علينا. هذه مواجهة بين قائدي الفريقين. النتيجة 3-1. مدهش، رائع. والآن يطلق حكم اللقاء صفارته معلنا نهاية المباراة. مبارك لفريق الكمال هذا الفوز وانتقاله بذلك إلى الدور الثاني. كرامك يا صار، كنا نطمح إلى الفوز ولكننا خسرنا مع أننا لم ندخر جهدا. نشكركم على الأداء الطيب. بل علينا نحن أن نشكركم. علمتمونا اليوم درسا في الصبر والشجاعة، وأن السبيل إلى النصر يكمن في التعاون وروح الجماعة. إنك حوت عظيم حقا، ولا شك أنك ستقود فريقك إلى المحيط. فريقا من الحيتان أم من السردين؟ حيتان، بل حيتان كبيرة أيضا. اسكت وإلا سلخ حراشفنا. قذيفة من على بعد 50 مترا تستقر في شباك الكرامة. إنه لاعب قوي جدا. لا قوي ولا هم يحزنون، حارس المرمى هو الضعيف. منطقتنا تزخر بفرقاء أقوى من الكمال بكثير، أليس كذلك؟ ردوا علي. لا يا رأفت، قد لا أتفق معك في هذا. فمن الصواب ألا تبخس فريق الكمال حقه. هل جمعت البيانات الضرورية؟ نعم، جمعتها كلها. هذا استعراض للمباراة الثانية التي فاز بها فريق الكمال على فريق البشائر من المنطقة الجنوبية الشرقية، وانتهت بنتيجة 3-0. وبهذا صعد الكمال إلى الدور الثالث. أما الآن فسنتابع أحداث المباريات التي تجمع فريق الشهاب حامل البطولة العام المصرم ونظيره فريق الانتصار. هيا نعد إلى الفندق، عصافير بطني تزقزق. إذا فزنا في المباراة القادمة فسنواجه فريق الشهاب. علينا أن نبقى ونطلع على قدرات خصمنا.
فريق الشهاب يهاجم من البداية، ويا لهذه الدقة والتنسيق اللذين يلعبون بهما. علي أن أذكر أن فداء مرشح لنيل لقب حارس المرمى الأول في هذه البطولة. تصل الكرة إلى رافت، يمر من بين اللاعبين ويبتعد عنهما. إنه عداء حقيقي وكأنه عداء مشهور عالميا. ضربة لفريق الشهاب ينفذها أكرم، أبرز لاعبيه. هدف! يا سلام، هدف رائع! تسديدة مقوسة من زاوية الركنية مباشرة تستقر في المرمى. لم يستطع مدافعان من فريق الانتصار إيقاف رأفت، أكثر اللاعبين قوة في البطولة وصاحب التسديدة المسماة بالرصاصة. رصاصة من قدم رأفت دخلت المرمى وأدخلت الحارس معها. ما أقوى هذه الضربة، وتحتسب هدفا. ستعرفون عما قريب كيف تكون كرة القدم. يا لها من تسديدة، ويا له من لاعب. صعق سامر من هول ما رأى من تلك التسديدة التي نفذها رأفت، ومن قوة فريق الشهاب أحد خصوم فريقنا في الأدوار القادمة. فهل سينتهي المطاف بفريقنا أمام هذا الفريق؟ في الحلقة القادمة يلتقي فريقنا فريق مدرسة الشهاب العليا في الدور ربع النهائي، ولكن قبل ذلك سيعرفنا بشر أعضاء ذاك الفريق وخصائص كل واحد، وستكون مهمتنا صعبة أمام رأفت وأكرم والبقية. كيف سيلعب فريقنا هذه المباراة؟ تابعونا في الحلقة القادمة لتعرفوا ماذا سيحدث.